المستوى الفردي. على المستوى الفردي مثل ايش؟ على المستوى الفردي عقد الجوار الشخصي. هذا شوي يهمنا اليوم الموضوع، خلينا نتبعه. عقد الجوار الشخصي شنو؟ يعني انا ماخذ لي قطعة ارض بنيت لي بيها بيت، اجا واحد اخذ له قطعة ارض الى جانبي وبنى بيتا بجانبي، هذا البيت اللي بناه صار جاري، صارت بيني وبينه معاقدة اجتماعية. شنو هي العقد الاجتماعي اللي بيني وبينه؟ هذا العقد الاجتماعي يتأثر بالعقيدة الدينية، ويتأثر بالحضارة، ويتأثر بالتقاليد. إن لجارك عليك حقوق، ومن حقوق جارك ألا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تقتدح له منها. شنو؟ خل أشرح لك إياه. شنو معنى هذا؟ معنى هذا يقول جارك من جملة حقوقه عليك، من جملة حقوقه عليك أن ما تأذي بريحة القدر اللي عندك، تطبخ به طبخة شهية توصل الريحة إلى خشم جارك وهو جائع وانت ممتلئ الباطن، ها؟ تأكل وتنام وما تشعر بأن جارك جائع. نعم، هالحالة هذه يقول من حق عليك ان ما تأذي بريحة، ما تريد تطي لا تأذي بريحة طعامك، الا ان تقتدح، الا ان تملئ للأناء وتودي لجارك. نبه لي، هذا المعنى مو كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وإن كانت تعجب أبيات حاتم بن عبد الله الطائي، هاي الأبيات اللي يتمثل بها دائما: أيا ابنة عبد الله يا أم مالك ويا ابنة ذي الجدين والأسد الوردي، إذا ما صنعت الزاد فالتمشي لنا أكيلا فإني لست أأكله وحدي وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القدي. اتأمل هذا اللون من الحق. سأنا روايات الصور أشرت إلى أكثر من مرة، أكو روايات مو عندنا في كتب المذاهب الإسلامية الأخرى، أنا رأيتها، أن يعقوب عليه السلام إنما ابتلاه الله بفقد يوسف لأن يوم من الأيام أكلوا أكلة طيبة وجارهم كان جايع غفلة ومانطو، نعم، فابتلاه الله بفقد ولده. أنا قد ما أقبلها من مقاييسي الخاصة، قد ما أقبلها، لأن النبي عادة يكون متيقظ لهالقضايا، لكن لو صحت هذه تعطي معنى إلها، دلالة إلها، مغزى كبير، أن هذا الجار اللي إلى جانبي لما كان أنا أعتبره أشبه شيء بواحد من عائلتي، فمقتضى القاعدة أن هذا الجار ينبغي ألا أغفل عن رعايته، ألا أغفل، فأبيت وأنا ممتلئ الكش، ممتلئ الباطن، وجاري جائع. نبه لي، هذا المعنى احنا نعرف لما نمر بسيرة ائمتنا. سألوا للامام الباقر سلام الله عليه، قالوا له احنا لما حطينا ابوك زين العابدين سلام الله عليه على المغتسل رأينا بظهره مجل. المجل شنو هو؟ المجل يعني هذا نسميها بطباط احنا، يعني الجلد تحت ماء يصير يلتهب، يصير تحت ماء. قالوا له شنو هذا المجل؟ قالهم كان يشتقي لضعفة جيرانه بالليل. شنو يعني؟ هذول تعرف المدينة مايها منين؟ ماي آبار، وآبار المدينة آبار عميقة، يعني جدا عميقة، مو آبار عادية. اكو عنده جيران ضعفاء ما يقدرون يحصلون الماء، الإمام يشتقي لهم الماء، يشيله على ظهره ويجيب لهم إياه إلى بيوتهم، يوصل الماء إلى بيوت. كان يشتقي لضعفة جيرانه بالليل، هذا المجل، زين، وكان يعول. يقول الزهري شفت في ليلة شاتية شديدة البرد والدنيا تمطر، ورأيت الإمام في نصف الليل
وعلى ظهره غراوة، غراوة قنية يعني بها طعام. قلت سيدي إلى أين؟ وش طلعك بهالوقت؟ قال لي أنا في سفر. يقول أنا لما قال لي في سفر خلص عذرته، بعد أيام شفته موجود. قلت له سيدي لا أرى لهذا السفر الذي ذكرته أثرا. أنت قلت أنا في سفر، أنت الآن مو في سفر. قال لي لا حيث تظن، إنه سفر الآخرة. قلت استفهمت بعدين، عرفت أن الإمام كان شايل طعام يوزعه إلى البيوت، بيوت جيرانه. هذا اللون طبعا تقدر تعتبره مضطرد عند كل الأئمة، ما تقدر تعتبره عند إمام خاص، لا، أئمة أهل البيت هذا كان ديدنهم، لأن هم بهذا المعنى يضربون لنا القدوة، المثل، يصنعون لنا القدوة حتى نقتدي بها. فكأن من حقوق الجوار، من حق جارك عليك ألا تؤذيه بقتار قدرك، بعد من حق جارك عليك أن تستر عورته. شو يقول الدعاء؟ الدعاء يقول اللهم إني أعوذ بك من ولد يكون علي كلا، ومن حليلة تقرب إلي الشيب، ومن مال يكون علي فتنة، ومن جار سوء تراني عيناه وترعاني أذناه، إذا رأى خيرا كتمه وإذا رأى شرا طار به. نبالي شايف؟ فالجار شو يقول؟ هذا فاك عينه وقال بإذنه، يسمع شكو عندي، إذا سمع كلمة خير كتمها، لكن إذا سمع الحكاية بها شر نعم نشرها بالدنيا بأجمعها. هذا اللون بطبيعة الحال يعتبر كارثة، هذا مو من الخلق الإسلامي في شيء. يعني بعد أن افترضنا أن الجار يعتبر واحد من العائلة، المفروض أن الجار يرعى عواطف جاره، مشاعر جاره، يستر عورته. شلون يستر عورته؟ نوعين اكو، مره يستر عليه بما يجري في بيته، مثل ما احب انا بيتي لازم يكون مغلق امام عيون الناس، مثل ما احب ان يكون بيتي مستور يقتضي ان ارعى بيت الجار والا افتح نافذه الى الجار توصل الشر الى داره، فاتحول الى اداه اخباريه. اول ما اقعد راسا تدرون ايش عند فلان اليوم صار عنده؟ صار عنده كذا وكذا. شنو الدعي لهذا؟ ما لو نجيب لهذا؟ المفروض انك تحترم مشاعر جارك. بعد هذا نوع من الشتر، والنوع الاخر من الشتر ان تعتبر عرضه عرضك، عرض الجار تعتبره عرضك. وهذه حضارتنا الان لما نرجع للنصوص الادبيه الموجوده في حضارتنا، نسمع واحد مسكين الدارمي، مسكين الدارمي من شعراء العرب، مسكين يقول ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي ينزل القدر، ما ضر جارا إن يجاورني ألا يكون لبابه ستر، أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. نبه، هذا اللون من الالتزام، يقول ان عرض هذا الرجل عرضي، ان ابنة جاري بنتي، ان اخت جاري اختي، حليلة جاري تعتبر عرضي، يجب ان اصونها وارعاها. هذا اللون من الخلق كان متأصل في حضارتنا، ثم بعد ذلك مو بس متأصل في حضارتنا، اجى الى شريعتنا، أكدته الشريعة الإسلامية وكثفته وكثفت الشعور به. ليش؟ لأن نوع من أنواع الأخلاق الحميدة، والإسلام أقر الأخلاق الحميدة، ما حارب الأخلاق الحميدة. إذن الجوار في واقع الأمر بالعلاقات المدنية من أهم مظاهره ضرورة الستر على الجار، وبعد بالإضافة إلى ذلك ضرورة الوقوف إلى جانبه عند النوائب. شوف هالعبارة
اللي يروها المؤرخين أرويها إليك. كعب ابن أمامة هذا من وجوه العرب. كعب ابن أمامة كان إذا جاوره جار، هاي عبارة المؤرخين يقولون إذا جاوره جار حمل له ما يكفيه وحدة، يعني كفاه أعطاه ما يحتاج إليه بعد، وأخلفه بما يتلف من جاره. مثلا صارت عنده حريقة أو صار عنده شيء من الأشياء اللي سببت له خسارة يعوضه بعد. ووداه عند أهله، إذا مات يجيب له دية، شلون دية القتيل يعطيها إلى أهله، ويحسن إلى أهله غاية الإحسان. فأخذت العرب تضرب الأمثال به، قالوا جار كجار أبي دؤاد. وراح شاعرهم يقول أطوف ما أطوف ثم آوي إلى جار كجار أبي دؤادي. طيب هاي النماذج من العلاقات المدنية اللي كانت في محيط العرب قبل الإسلام، وجاء الإسلام فأيدها ودعمها واعتبرها مرتبة من مراتب الخلق وأقرها. هاي من